حضرتك مدير مدرسة؟ طب مدير بنك؟ طب مدير شركة في قطاع خاص أو قطاع عام؟ أو مدير مستشفى أو إدارة صحية؟ مش مهم حضرتك مدير أو إداري في أي قطاع، بس أكيد بتقابلك مشاكل وتحديات يومية خاصة بالأورجنايزيشن اللي حضرتك بتشتغل فيها. ممكن أوي يكونوا الموظفين ما بيجوش في مواعيدهم، ممكن يكونوا بيزوغوا، ممكن بيكونوا provided very poor customer service، ممكن بيكونوا مش عارفين يتواصلوا مع بعض إزاي. في مشاكل كتيرة أوي وتحديات بتقابل أي قيادي أو أي إداري في القرن 21، ولأنها تحديات القرن 21 ما عدناش نقدر نعالجها باستراتيجيات ونظريات وتطبيقات القرن 20. لازم نبدأ نبقى entrepreneurial ونفكر من خارج الصندوق. فحصل تطور جامد جدا، ثورة في علم القيادات مع مدخل القرن 21، وده اللي احنا دخلناه في دبلومة القيادات اللي هي Certificate of Entrepreneurial Management and Leadership، أو بمعنى أصح Certificate of Excellence in Entrepreneurial Management and Leadership اللي هي السمل. خدنا كل التطورات والتغييرات والثورات اللي حصلت في علم القيادة والإدارة على مدى 100 سنة اللي فاتت وهنقدمها لحضراتكم. مش هندرس بس نظريات واستراتيجيات وتاريخ القيادة والإدارة، لأ، ده احنا هنعرف تطبيقات حديثة فعلاً في القرن 21. هنعرف يعني إيه قائد ناجح، هنعرف يعني إيه مفيش حاجة اسمها موظف فاشل ولكن في إدارة فاشلة. حاجات كتيرة قوي قوي اتغيرت. عايزين نعرف يعني إيه كوتشينج، يعني إيه منتورينج، يعني إيه قائد يستخدمهم عشان يطور الأورجانيزيشن بتاعته. عايزين نعرف يعني إيه البودي لانجوج والعلاقات الإنسانية والريليشن شيب اللي ممكن تأثر فعلا على القيادات في القرن 21. عايزين نعرف يعني إيه أبريزل، يعني إيه أستخدم أبريزل سيستم وبرفورمانس مانجمنت عشان أساعد بيها الأورجانيزيشن كلها. هنتعلم يعني إيه ليرنينج أورجانيزيشن، التعلم المؤسسي، واللي هو من أهم مقومات الإدارة والقيادة الناجحة في القرن 21، وغيره وغيره وغيره. هنقعد مع بعض في ورش عمل 60 ساعة فيهم 6 ملفات، وفي كل ملف فيه 2 topics، يعني هنقدر نغطي 12 topics، وفي كمان 20 ساعة مشروع تطبيقي علشان حضرتك ما تبقاش بس تعلمت نظري، لا، ده انت هتطبق اللي احنا تعلمناه مع بعض خلال الدبلومة والبرنامج على مجال العمل. علشان كده انا بدعو حضرتك سواء انت قيادي تعليمي او غير تعليمي، مش مهم القطاع اللي حضرتك بتشتغل فيه، او لو عندك طموح انك انت ممكن تبقى قيادي في يوم من الايام، او عايز تقدم على مركز قيادي في يوم من الايام، بدعو حضرتك ان انت تجوين اس في Certificate of Excellence in Entrepreneurial Management and Leadership المعتمدة بالكامل من بريطانيا. هسعد جدا بلقائكم. احنا بنقدمها فيس تو فيس واونلاين، ولكن لظروف الكورونا الموجودة دلوقتي للأسف هنقدمها بس اونلاين، ولكن هنقدمها بتخفيض يصل إلى 45%، وكمان تخفيض لأعضاء الأكاديمية المصرية البريطانية للتعليم في لندن. فرصة لن تعوض. لو حضرتك عايز معلومات أكتر، تفاصيل أكتر، إحنا بنرحب بكل أسئلتك، بنرحب بكل استفساراتك، وإحنا عملنا إيفنتات مجانية بنشرح فيها الاستراكشر بتاع الدبلومة والتوبكس اللي موجودة في الدبلومة، وده كله على صفحتنا في الفيسبوك، ولكن ممكن نبعت لحضرتك معلومات أكتر لو أنت عايز. أتمنى لقائكم، وأتمنى أشوفكم مع السيم اليوكي أو شهادة التميز والإبداع في القيادات والإدارة في القرن 21.